كل حاجة هنا شكلها مميز يعني. هو احنا احنا قلنا نصور الصبح الممشى بتاعتها عشان بالليل بيبقى زحمه. المطاعم دي نصها بره. ايوه يا جماعه المطعم ده جامد جدا. كان عنده انا صورته لكم. بصوا البروست بتاعته خطيره، حتى الوجبات العاديه يعني الفراخ العاديه المشويه والكلام ده كله تحفه، والوجبات بتاعتهم بتتقدم بخضار ورز بشكل بيت يعني ايه جامد جدا، واسعارهم تحفه تحفه تحفه. خصوصا عندنا اسكندريه كمان صار سياحيه خالص. تحسي بالليل حاجه و الصبح حاجه ثانيه خالص. يعني دي فرصه ان احنا المحل ده جامد جدا، الناس بتعمل اكسسوارز المحل ده بره بقى ده بالليل بيطلع حاجات كتير. كده شويه الهواء هم بصراحه بيبيعوا حاجات، يا معظم الحاجات بتبقى حاجات صح، يا اما حاجات تراثيه شويه لبس تراثي حاجات زي كده. يعني احنا ماشيين دلوقتي الصبح بنحاول نجيب هدايا للناس يعني قبل ما نمشي، بس كله قافل يعني كله ململم حاجته. اللي عايز يقدم بقى حوار الهدايا ده اخر وقت، لا يعني ما تاكلوهوش يعني. اشتروا في الايام العادية بلاش تستنوا اخر وقت. المرة اللي فاتت عملنا كده شرينا في ايام عادية يعني. بس المرة دي بصراحة ما عرفناش نجيب في الاربع ايام اللي كنا قاعدين فيهم. احنا بنحاول يعني نطلع ندور على اي حد نجيب منه دلوقتي، يا رب نلاقي. بصي بقى دي مكتوب عليها ما تربطيش سنادتك على حد اخوتي على وسط كراسي. فكر دي شيء يدور عليه. حلوة جدا. المحل اللي جاي ده الراجل صار عنده. طب احنا ايه نوقف؟ بصوا بقى يا جماعه في حاجات يعني عبق التاريخ، حاجات تراثيه تحفه تحفه تحفه. ايه مصر بتاع زمان يا جماعه؟ دي يعني مش بوابات حاجه، ده كده ده ديكور موجود في الشارع. ده محل اساسا الراجل بيبقى فاتح سواقات دلوقتي. تخيلوا منظره عامل ازاي، ورحت ديكور حاطط بقى طبل جاز، حاطط مكنه كل حاجة هنا شكلها مميز يعني.
الكلام ده. الكلاب هنا متعايشة يعني. احسن ايه؟ هو نايم مرتاح منتخب. لا وايه مش فصايل عادية ده مش بلدي يعني. الكلاب يعني. شو اللي فاكر عليك. ليه الجو في سمك هنا بقى في البتاع كده انا هو غريب. يلا بورا قالوا كافيه وفي شاطئ يعني نزول شاطئ رملي كبير كافيه رملي شاطئ رملي وعارين جوه في رمل يعني تحتيكم مش هما بينزلوا من هنا عملوا دايفنج او واتس اخيرا وصلنا اخر ممشى اللي مش يعني عايز يخلص ايه بقى شوية صور بتتاخد برضو عجبني الكلاب يعني مش بحب الكلاب يعني بس عايشين قوي يعني كل حته يعني.